صوم وإحسان مدى الأوقات وعبادة. كان سلفنا الصالح يدعون الله تعالى 6 أشهر كي يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أخرى كي يتقبله منهم. وكان من دعائهم: اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. قال أبو عبد الله البرثي رحمه الله تعالى: من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. ورد في السنة أن رجلين قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده 1 سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة، إذا أنا بهما وقد خرج خارج من الجنة، فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال لي: ارجع فإنه لم يأن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله. فقال: أليس قد مكث هذا بعده 1 سنة؟ قالوا: بلى. وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى. وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. رمضان أقبل باسما ريانا، كم شاق فضل صيامه الظمآن، ملأ النفوس فضائلا إطلاله، يروي ويشبع ظامئا جوعانا. وعبادة بالليل في غسق الدجى، شوقا إلى الرحمن والجنات. يا ليتنا نحظى بعطر حديثهم، فحديثهم من أطيب النفحات. أو أن نسير على خطى أفعالهم، حتى نعيش بعزة وثباتٍ.